يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة عندنا أكيد أخبار كتيرة عن النادي الأهلي، لكن الحدث الأهم هو توقيع عقد الرعاية ما بين النادي الأهلي وشركة بريزنتيشن سبورتس، واللي كان النهاردة الصبح في مؤتمر صحفي كبير، وطبعا بيعتبر إنجاز كبير جدا للنادي الأهلي بعد عقد رعاية الملابس اللي كان طبعا امبارح مع شركة أمرو الإنجليزية. عقد الرعاية اللي وقعه النادي الأهلي النهاردة مع شركة بريزنتيشن سبورتس هو عقد الرعاية الأعلى في تاريخ الرياضة المصرية ككل، ده طبعا لو بيدل على حاجة فبيدل على عظمة وعراقة النادي الأهلي. فبعد أقل من شهر واحد بس على فسخ الراعي السابق للنادي الأهلي الرعاية مع النادي، النادي قدر ان هو يتفاوض ويبرم كمان عقد جديد مع شركه بريزنتيشن سبورتس. كمان هنتكلم النهارده عن فريق الكره اللي سافر الجزائر استعدادا طبعا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد بكره ان شاء الله، وهنتكلم في كل ده واكتر مع ضيفنا استاذ محمد صادق الناقد الرياضي الكبير في اخبار الرياضه. وكمان انتوا تقدروا تشاركونا برضو على صفحاتنا وتقولوا لنا رايكم ايه في عقد الرعايه الجديد ما بين النادي الاهلي وبريزنتيشن سبورتس على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام. كالعادة البداية بأهم وأبرز العناوين اللي هنتابعها النهاردة في حلقتنا. عقد رعاية تاريخي بين الأهلي وبريزنتيشن سبورتس. الخطيب: الأهلي أصبح بيتا لبريزنتيشن سبورتس. رئيس الأهلي: واثقون من نجاح الشراكة مع الراعي الجديد. محمد كامل: حققت كل أحلام حياتي بالحصول على رعاية الأهلي. رئيس بريزنتيشن سبورتس: الخطيب أرهقنا حتى حصلنا على حقوق الرعاية. الأهلي في الجزائر بعشرين لاعب لمواجهة وفاق سطيف الثلاثاء. جهاز المنتخب يعلن قائمة المحترفين السبت المقبل استعدادا لتونس. قبل ما نبدا فقرات حلقتنا النهارده في كلام مهم جدا النهارده قاله كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي خلال توقيع عقود الرعايه، وقال ان هو سعيد جدا بالشراكه الجديده مع شركه بريزنتيشن سبورتس واللي بيامل في تحقيق النجاح ليها، وكمان قال ان النادي بحجم وقيمه النادي الاهلي بيسعى لضخ استثمار كبير من اجل مواكبه التطور المستمر، واكد كمان ان المورد الرئيسي للنادي الاهلي هو حقوق الرعايه، خصوصا طبعا ان هو عقد اليوم بيعد احد العناصر الاساسيه اللي هيتم الاعتماد عليه لاستكمال مسيرة الإنجازات في النادي الأهلي. تعالوا نشوف مع بعض كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن في البداية برحب بشركة بريزنتيشن والأستاذ محمد كامل، مع أن دلوقتي المفروض يعني هم في بيتهم دلوقتي، وأعتقد أن احنا في بداية شراكة إن شاء الله شراكة جديدة، والشراكة الجديدة ديت بإذن الله لنجاحات احنا كلنا بنأملها بإذن الله، وهم قادرين على هذا إن شاء الله. يمكن عايز أتكلم مع حضراتكم في ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن النادي الأهلي الحمد لله بدأ ومستمر. بدأ ومستمر في تطوير ضخم جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي بكل فروعه. النادي الأهلي كمان سواء التطوير ده بيشمل التطوير الخدمي والتطوير الإنشائي والتطوير التنافسي الرياضي. الحمد لله الفترة اللي فاتت في إنشاءات كثيرة جدا، أعتقد كل الناس شايفاها وملاحظاها الحمد لله رب العالمين، وكمان تطوير خدمي واضح برضو الحمد لله، ولكن احنا دايما بنفكر ازاي نجتهد أكتر. والتنافس الرياضي اللي كل فرقنا بلا استثناء الحمد لله بتلعب دايما على البطولة، بتلعب دايما على المستوى على المركز الأول.
علشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي انا ملاحظها السنه دي لاول مره النادي الاهلي يلعب بطولتين افريقيا في سنه واحده. اول مره تحصل بطولتين افريقيا في سنه واحده. اللي انا بتكلم فيه دوت النادي الاهلي بالتطوير ده، بالمنشآت دي، بالخدمات دي، بدعم التنافس الرياضي بتاعنا وكل اولادنا الرياضيين، ده محتاج ايه؟ اعتقد ان ده محتاج من اداره، محتاج دعم وضخ استثمار قوي جدا عشان نقدر نواكب اللي احنا فيه ده. ودي طبيعه النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله بس. علشان كده يمكن المورد الرئيسي والمورد الهام جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي هو حقوق الرعايه. فالعقد اللي احنا بنوقعه النهارده وفي صدد التوقيع النهارده ان شاء الله احد اهم الموارد اللي تخلينا فعلا نقدر نحاول بقدر الامكان نقدر ان احنا نكمل مسيره او نكمل تاريخ النادي الاهلي. التاريخ اللي هو الحمد لله رب العالمين كله بطولات، كله شيء مشرف لاي حد بينتمي للنادي الاهلي. فعقد الرعايه النهارده هو عقد رعايه هام جدا بالنسبه لنا. يمكن امبارح الحمد لله برضو كان في عقد رعايه اخر بالنسبه للملابس انتهى امبارح، وكان في تم مع شركه امبرو بالنسبه للملابس، والنهارده مع برزنتيشن هو اليوم الاحتفال بتاعنا النهارده. انا الحقيقه يمكن يعني سعيد جدا واحنا كنادي اهلي سعداء جدا ان احنا هنتعامل مع برزنتيشن ليها حضور قوي في السوق المصري وليها خبره بنوع من انواع الاحترافيه. عشان كده ان شاء الله باذن الله هنكون يعني مطمنين ان يكون يعني العمل بينا او الشراكه اللي بينا دي تكون على اكمل وجه وتكون حاجه باذن الله تحقق للطرفين نجاحات كبيره. بس هنا كمان مش انا بس، احنا بس السعداء. اعتقد ان من المفروض وانا متاكد من ده ان برزنتيشن هي كمان تبقى سعيده جدا ان هي مع النادي الاهلي. لان يا جماعه النادي الاهلي ده اسم كبير جدا جدا، واي حد بيرتبط اسمه باسم النادي الاهلي هو ده شرف وده تاريخ ممكن يتكتب. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين في خلال يعني النادي الاهلي ممكن عنصر جذب لجميع الناس. النادي الاهلي ناس كتير بتبقى حابه جدا تبقى تحت لواء النادي الاهلي وحابه جدا تنضم انها تكون جوه النادي الاهلي. ده شيء كويس الحمد لله طبعا، والنادي الاهلي بيرحب بكل الناس. ولكن كل الناس اللي ممكن يكون فيه نوع من انواع اللي هو يعرف يعني قيمه ومعدن وكيان النادي الاهلي. عشان كده انا متاكد ان برزنتيشن هتكون عندها نوع من انواع الالتزام الشديد جدا جدا في تفعيل هذا التعاقد بشكل يليق بكيانين كبار. طبعا النادي الاهلي وبرزنتيشن. يمكن ده يمكن اللي انا الحاجه عايز اقول مثلا حاجه، واحنا يمكن دي برضو في السوق التسويقي يعني. النادي الاهلي يا جماعه من عظمته تيجي مثلا النهارده تلاقي في كل تلفزيونات مصر او العالم العربي. النادي الاهلي تلاقيه التيشيرت بتاعته اللي كان لابسها في السبعينات ما زالت موجوده، وما زال الاعلان اللي عليه موجود، وما زال العلامه التجاريه بتاعتها موجوده. فالنادي الاهلي بعد مثلا 50 سنه ممكن اول الراعي بتاع النادي الاهلي يكون ليه تواجد وليه يكون موجود، لان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين هو نادي القرن في افريقيا، واحنا كلنا بنتطلع باذن الله يكون نادي القرن في 21 باذن الله ان شاء الله يعني. فهنا النادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي النهارده برضو حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم نفكر فيها سوا ونشوفها نشوفها مع بعض. النادي الاهلي النهارده لما بيكون واحد من كل الفرق العالميه يكون ترتيبه الثاني، الاهلي اكثر تتويجا في العالم 2013. النهارده ريال مدريد سبقت الاهلي. لكن النادي الاهلي نمره 2 دلوقتي. نامل طبعا نرجع ثاني ان شاء الله نمره 1. لكن لما يكون اسم نادي عربي وافريقي في وسط عمالقه الانديه العالميه كترتيب، اعتقد ده شيء يدعو للفخر. لكل انسان عربي
كل إنسان أفريقي حتى لو مختلف انتماءاته، لكن فريق عربي في وسط العمالقة اللي موجودين، عمالقة الأندية العالمية، هو ده النادي الأهلي، وهي دي قيمة النادي الأهلي. أنا مش عايز أطول لحضراتكم، بس يمكن كمان عاوز أن أنا الحقيقة ما انساش أن أنا أشكر فعلا الإدارة التنفيذية عندنا، أولا زمايلي في مجلس إدارة كلهم متعاونين جدا، والإدارة التنفيذية، وبخص بالشكر الحقيقة الكام يوم اللي فاتوا دولت عملنا يعني عقدين رعاية في فترة صغيرة جدا، فبشكر جدا جدا إدارة التسويق، وبشكر إدارة القانونية، لأنهم الحقيقة كان ليهم دور كبير جدا جدا وعملوا مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت. بكرر الشكر ليهم، وبكرر شكر لحضراتكم لوجودكم، وإن شاء الله نكون يعني فتحة خير بإذن الله. شكرا والسلام عليكم. كمان أستاذ محمد كامل رئيس شركة Presentation Sports قال أن توقيع عقود رعاية النادي الأهلي هي لحظة تاريخية بالنسبة له، لأنه حقق حلم حياته برعاية النادي الأهلي. وقال كمان أن Presentation قدمت الكثير من الأعمال على مدار السنوات اللي عملت فيها، ولكن الوضع الآن أكثر فخرا بالحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي. تعالوا نشوف مع بعض كلمة أستاذ محمد كامل ونرجع لكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك برزنتيشن. يعني بالنسبة لي لحظات تاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل زمايلي اللي النهاردة مشرفيني كلهم. أنا لو موت النهاردة تقريبا ما فيش اي حلم من احلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعايه النادي الاهلي. وانا شخصيا يعني باسم كل اعضاء شركه Presentation سبورت وباسم المجموعه الجروب اللي احنا بننتمي ليه، جروب اعلام المصريين، يمتلكني يعني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف. وانا بحاول امسك نفسي على قد ما اقدر يا جماعه، بس الحلم ده حلم البرزنتيشن غايب بقاله كتير جدا، وامل كبير جدا. واعتقد الكابتن دلوقتي لما قال ان احنا لازم نبقى مبسوطين وفخورين، امر يعني طبيعي جدا ان احنا كشركه في خضم كل الشغل اللي اشتغلناه الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت انه نتوج النهاردة بعقد رعاية النادي الاهلي. خلاص احنا زي ما بقول كده مش محتاج اي حاجة تاني بالدنيا، ان احنا عملنا عقد رعاية النادي الاهلي. وعايز اقول لكم ان انا قضيت 10 ايام مع هذا الوجه البريء الرقيق كابتن محمود الخطيب اللي انتم شايفينه في هذه البراءه وهذا اللطف. كابتن خطيب يا جماعه في الاوض في التفاوض ليس هذا الشخص الذي ترونه خالص، يعني انه ثعلب. العقد يا جماعه اللي انتم شايفينه النهارده ده كله حتى بالبراندنج اللي الشباب عملوه ربنا يبارك لهم، احنا جالنا خبر ان احنا خدنا عقد الرعايه ده الساعه 8:30 امبارح بالليل. لغايه 8:30 امبارح بالليل الكابتن خطيب بيلعب بينا، يعني مش بيلعب بينا، عمال بيرقصنا ويفاوضنا وبيفاوض ناس تانيين وبيفاوض رعاه، يعني عمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل هو ومجلس ادارته علشان ياخدوا اعلى رقم رعايه. وبرضو احنا برزنتيشن مع عقد الرعايه الكبير اللي احنا عاملينه مش هنعرف ندي النادي حقه. النادي الاهلي ده ما نقدرش نديله حقه ابدا. ويمكن انا قلت النهارده للشباب عندنا، يمكن احنا كل ما بنعمل اي بلان او اي حاجه بنحس ان احنا هندي حاجه. اول مره نحس بجد ان احنا هناخد كتير جدا من النادي الاهلي العملاق اللي مش هنعرف نديله ابدا حقه. يعني معلش انا اسف، انا يعني يمكن عملت كل الحاجات اللي ممكن اعملها ان انا اتمالك اعصابي ويبقى كلامي طالع صاحب شركه بقى خدت رعايه النادي الاهلي، بس هي الموضوع مش سهل خالص.
انا اشكركم جدا، وخلوني اشكر كل التيم بتاع برزنتيشن اللي وقف جنبي الفتره اللي فاتت وساعدنا لغايه ما نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. اشكر كل انديه مصر، كل انديه مصر اللي وقفت معانا الفتره اللي فاتت، كل السنين اللي فاتت دي لغايه ما وصلنا النهارده ان احنا نتعاقد مع النادي الاهلي. واخيرا عايز اقول كلمه صغيره، عمري ما كنت هقف الوقفه اللي انا واقفها دي بدون السبورت والدعم من اعلام المصريين ومن صديقي واخويا تامر مرسي رئيس مجلس اداره اعلام المصريين. وببعت له رساله هنا من كل العاملين من برزنتيشن سبورت، بشكرهم، بشكركم شكر جزيلا يا تامر على وقفتك معانا، وان شاء الله احنا مكملين مع اعلام المصريين علشان اكتر واكتر ونشتغل اكتر واكتر. اخويا عمرو وهبه مرضيش يلبس جرافطه حمراء النهارده، انتوا عارفين ان هو زملكاوي، اصر برضو يلبس جرافطه روز. السيد حسين حسام صالح بشكرك على وجودك معانا جدا جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم. أنا لو مت النهاردة أكون حققت كل أحلامي، إن أنا خلاص كنت راعي للنادي الأهلي. بصراحة كلام مؤثر جدا، أتمنى إن شاء الله إن نجاح والبطولات يكونوا حليف للنادي الأهلي وللشراكة الكبيرة دي ما بين برزنتيشن سبورتس والنادي الأهلي. نطلع لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. يلا بينا بقى دلوقتي نبتدي معاكم سريعا فقرات حلقتنا النهارده. هنبتديها طبعا وكالعاده باهم العناوين الخاصه بالجرايد، ونشوف ازاي الجرايد تناولت اخبار النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي يعلن عن بيع حقوق الرعايه لشركه برزنتيشن. الموقع الرسمي للاهلي طارق انديل، قوه الاهلي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمه في اللحظات المناسبه. الموقع الرسمي للاهلي طارق انديل، قوه الاهلي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمه في اللحظات المناسبه. وسراج الدين، عقد الرعايه انطلاقه نحو افاق استثماريه جديده. محمد الضماطي، عقد الرعايه الجديد نجاح لمجلس اداره الاهلي. الشروق، الخطيب احلم بتجاوز الاهلي لريال مدريد. موقع كوره، الخطيب الاهلي نادي القرن العشرين في افريقيا. اليوم السابع، صفقتان كبيرتان، الاهلي وقع عقدين لرعايه النادي خلال اسبوع. بعثت الاهلي تصل الجزائر لمواجهه وفاق سطيف الثلاثاء. نروح معاكم لاهم تفاصيل المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي كتب عن حصول شركه برزنتيشن سبورتس على حقوق رعايه النادي الاهلي وحضور توقيع العقود، في حضور طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مهندس خالد مرتجي وطارق انديل ومحمد الضماطي ومحمد سراج اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ومحمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورتس. الموقع الرسمي كشف ان الايام اللي فاتت شهدت عدد من الاجتماعات والجلسات التفاوضيه ما بين كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي ورئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، واللي طبعا انتهت في الاخر للاتفاق على حصول الشركه على حقوق رعايه النادي الاهلي. برضه لسه مكملين من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وكتب ان طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اوضح ان النادي الاهلي احد القوى الناعمه في مصر بما يملكه من مجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب والجماهير الواعيه اللي بتشجعه في كل مكان. وقال كمان انديل ان قوه الاهلي تأكدت في إصرار أبناء النادي على إقرار اللائحة الخاصة بناديهم وهو ما تحقق في الجمعية العمومية الأخيرة، مشيرا إلى أن النادي دايما يعمل في صمت من أجل تحقيق أهدافه وطموحات أعضائه وجماهيره. وأكد كمان النادي الأهلي بتوقيعه لعقد الرعاية أو عقدين من الرعاية للملابس وللنادي خلال 48 ساعة بيؤكد على مدى قوته وقوة مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب في إدارة النادي واتخاذ القرارات اللي بتناسب مكانة النادي الأهلي
وجماهيره العريضة. برضو الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أبدأ سعادته الشديدة طبعا بتوقيع عقد رعاية النادي الأهلي النهاردة مع شركة Presentation Sports بعد مفاوضات قال عنها أنها لم تكن سهلة. وقال كمان رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب سهلت كثيرا من هذه الخطوة. وقال كمان سراج أن ترتيب وتنظيم هذا الملف قبل توقيع عقد الرعاية السابق سهل كتير من مهمة مجلس الإدارة في تنظيم العمل على الراعي الجديد، حتى تم إنهاء التفاوض مع شركة Presentation امبارح وتوقيع عقد الرعاية النهاردة. وأكد إن التعاون مع Presentation Sports في أكتر من ملف زي القناة والبث والرعاية هيزود من صيغة التفاهم ما بين الطرفين وهيسهل برضو من طريق مليء طبعا بالنجاحات في المستقبل اللي جاي بإذن الله. لسه مكملين مع الموقع الرسمي لنادي الأهلي. ومحمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أوضح أن شهر أكتوبر هو شهر مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. نجح النادي خلال الشهر ده في إبرام عقدين للرعاية، الأول بيخص الملابس والتاني برعاية النادي الأهلي. وقال كمان أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بذل مجهود كبير خلال 48 ساعة اللي فاتوا ومعاه طبعا إدارة التسويق وإدارة الشؤون القانونية عشان يتمموا عقدين الرعاية الخاص طبعا بالنادي وبالملابس. كمان الشروق كتبت وقالت ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتطلع لانجاز عالمي جديد على مستوى فريق كره القدم. قال محمود الخطيب النهارده في 2013 كان النادي الاهلي الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم، والان تجاوزنا ريال مدريد واصبح الاهلي رقم 2. وقال كمان بالطبع احلم واسعى بعوده الاهلي لرقم 1 مره ثانيه، برغم ان تواجدنا ما بين عمالقه الكوره في العالم انجاز بيدعو كل انسان مصري وعربي للفخر مهما كانت انتماءاته. برضو موقع يلا كوره قال النهارده ان اكد كابتن محمود الخطيب ان نادي يظل اسم جاذب للرعاه بشكل دائم وبيملك تاريخ ناصع وماضي رائع وايضا مستقبل مبهر. وقال كابتن خطيب في المؤتمر الصحفي لاعلان عقد الرعايه ان اسم النادي الاهلي كفيل بالحصول على مقابل مالي ضخم ومميز بيليق بالقلعه الحمراء من جانب اي راعي. وقال كمان النادي الاهلي هو نادي القرن العشرين وقيمه عقد الرعايه امر طبيعي بالنسبه له وهيكون نادي القرن الواحد والعشرين كمان. واعلن النادي الاهلي بيع حقوق الرعايه الخاصه بالنادي لمده 4 سنين قادمه لمصلحه او لصالح شركه Presentation Sports في المرحله المقبله. وقال كمان كابتن خطيب ان عقد الرعايه هيكون مهم بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. ووضح كمان ان النادي الاهلي هيستفيد من الرعايه وكمان من الشركه الراعيه. اليوم السابع قال ان حقق النادي الاهلي صفقتين من العيار الثقيل في عقود الرعايه في اسبوع واحد عشان يقفل الملف ده بشكل نهائي لمده 4 مواسم مقبله، بعد ما حصلت شركه امرو الانجليزيه على رعايه قميص النادي الاهلي وحصلت شركه Presentation Sports على عقود رعايه النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي برضو قال ان بعثه الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي وصلت خلاص للجزائر استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الجزائري المقرر ليها ان شاء الله مساء بعد بكره يوم الثلاث في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كانت بعثه النادي الاهلي غادرت مطار القاهره الساعه 9 صباحا النهارده متجهه للجزائر في رحله طيران استغرقت 5 ساعات. ده بقى كان اهم كلام المواقع. تعالوا نشوف معاكم النهارده الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي. نبتدي مع الاهرام. الأهلي يخوض ميرانو الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة وفاق سطيف. الخطيب يحفز لاعبي ويطالبهم بالالتزام، العامري ثقتنا بلا حدود في لاعبينا. الشروق بعثت الأهلي تطير للجزائر لحجز بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال، فتحي يثير القلق قبل مواجهة وفاق سطيف والفريق يتدرب على ركلات الترجيح. كارسيرون الفوز خارج ملعبنا يوجه رسالة مهمة للجميع وعلينا عدم النظر لنتيجة الذهاب. المساء الاهلي في الجزائر ولن يفرط او لن يفرط في اللقب الافريقي. الخطيب اجتمع مع اللاعبين قبل سفرهم وحذرهم من قوه الوفاق. الاخبار المسائي الاهلي في الجزائر الفريق يختبر ملعب 8 مايو استعدادا لمواجهه وفاق سطيف وكارتيرون يحصن الخطه من الجواسيس. أخبار الرياضة الأهلي يبحث عن حقه المشروع للوصول لنهاية أفريقيا. كارتيرون يذاكر وفاق سطيف بالورقة والألم واكتمال القوة الضاربة.
أخبار الرياضة، الفرنسي بطل القرن جاهز لمجد أفريقي جديد. المصري اليوم إجراءات أمنية مشددة. الأخبار، النجم الجزائري أكرم قحنيت، الأهلي مدرسة كروية والوفاق لا يعرف المستحيل. الشروق في مباريات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية، يد الأهلي يبحث عن الفوز الثاني أمام ستار الأيفواري. حماد نراهن على خبرة لاعبينا في مواجهة صاحب الأرض، ونبيل حضرنا للتتويج باللقب. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار، وهنبتديها من الاهرام اللي قال ان بيخوض فريق نادي الاهلي تمرينه الاول والرئيسي في ملعب 8 مايو بمدينه سطيف الجزائريه استعدادا لمواجهه وفاق سطيف الساعه 9 من مساء يوم الثلاث. هيكون تمرين النهارده خفيف، خصوصا طبعا بعد رحله السفر، وده عشان تجنب الارهاق على ان يكون التدريب الاخير في الملعب نفسه بكره ان شاء الله. تنص لوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بالتمرين مرتين على الملعب اللي هيقام عليه لقاء إذا كان من جيل صناعي. كمان الأخبار المسائي قال إن بيسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لتحسين خطة المباراة من الجواسيس أثناء التدريبات اللي هتقام النهارده يوم الأحد على ملعب 8 مايو في الجزائر استعدادا لمواجهة فريق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقررة ليها إن شاء الله بعد بكرة يوم الثلاث. كان كارتيرون سعى خلال التدريبات الأخيرة للفريق على استاد التتش في الجزيرة لتنفيذ خطة المباراة، وعقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين خلال تمرين الفريق اللي اقيم امبارح في مقر النادي الاهلي في الجزيره، واتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه وابرز نقط القوه والضعف قبل مواجهه المنافس، وطلب من اللعيبه ان هم يركزوا جدا عشان يتخطوا عقبه الفريق الجزائري ويصعدوا للدور النهائي للبطوله الافريقيه من اجل استعاده اللقب الافريقي وتمثيل القاره السمراء في كاس العالم للانديه. نروح لأخبار الرياضة اللي قالت إن بيسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي في مباراة وفاق سطيف الجزائري إنه يحقق إنجاز خاص مع الفريق ويقود المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا دون أن ينال أي هزيمة منذ تولي المهمة في الجولة الثالثة لدور الـ16 في دور المجموعات. كارتيرون قاد النادي الأهلي في 7 مباريات أفريقية لم يتعرض لأي هزيمة في مشوار هذه البطولة. قاد النادي الأهلي من قاع المجموعة في دور الـ16 بعد ما تعادل مع الترجي التونسي تحت قيادة حسام البدري مدير الفني السابق في برج العرب، والهزيمة أمام كامبالا سيتي في أوغندا في الجولة الثانية، وقاد كارتيرون الفريق للفوز على تاونشيب البوتسواني ذهابا وإيابا، وكمان الفوز على الترجي التونسي في رادس والفوز على كامبالا سيتي في برج العرب والتأهل بجدارة أول المجموعة لدور الثمانية. قاد كارتيرون النادي الأهلي برضو للتعادل مع هورايا كوناكري في غينيا والفوز بسهولة في استاد السلام قبل طبعا اللقاء المهم جدا للنادي الأهلي القادم. كمان الأخبار قالت أن أجرت الجريدة حوار مع النجم الجزائري أكرم قحنيت لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري، أكد فيه اللاعب على أهمية وصعوبة مباراة يوم الثلاثة اللي جاي قصاد النادي الأهلي. قال النادي الأهلي فريق كبير وبيعتبر مدرسة كروية كبيرة، والمباراة هتكون في منتهى الصعوبة على الفريقين. قال أن نتيجة مباراة الذهاب هتعزز من فرص النادي الأهلي لأنه متقدم بـ2، لكن في الوقت نفسه قال أن فريق وفاق سطيف ما يعرفش المستحيل وأن لعيبته عندهم إصرار على تحقيق الفوز والصعود للنهائي. وعن ملعب المباراة ترتان وهل هيأثر على النادي الأهلي، فقال إن النادي الأهلي لعبته عندهم خبرة كبيرة وهيقدروا إن هم يتعاملوا مع أي ظروف، وكمان النادي الأهلي اتدرب ولعب قبل كده على ملاعب الترتان وكمان حقق نتائج كويسة جدا عليه. نروح للمصري اليوم اللي قال إن السلطات الجزائرية فرضت إجراءات أمنية مشددة على بعثة النادي الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف، وده بعد توصيات السفير المصري في الجزائر. كمان الشروق قالت بيواصل فريق النادي الأهلي لكرة اليد مشواره في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في العاصمة الأيفوارية أبيجان أو كوديفوار دلوقتي في الفترة من 19 ل 28 من شهر أكتوبر الحالي، وهيواجه النادي الأهلي نظيره راد ستار الأيفواري في تمام الساعة 8 مساء ضمن مواجهة الجولة الثانية من المجموعة الأولى. النادي الأهلي فاز في المباراة الأولى على فريق فاب الكاميروني وقدم مباراة طبعا
أو عرض قوي جدا خلال المباراة وفاز 24-17. عاصم حمادة المدير الفني للنادي الأهلي عبر عن سعادته بعد الفوز في أول جولات البطولة وقال البدايات دايما بتكون صعبة، وقال كمان حماد واجهنا فريق قوي وعنده تاريخ في البطولة دي. طيب كمان دلوقتي بقى معادنا مع أهم الأخبار المحلية وكمان أخبار محترفينا في الخارج وأكيد الأخبار العالمية. الشروق، وزير الرياضة ينفي وجود تحرك بشأن تنظيم مونديال 2030. الوطن سبورت، اتجاه لتأجيل عمومية اتحاد الكرة الطارئة. سوبر كورة، اتحاد الكرة يكرم شباب الصلاة بعد التتويج ببرونزية الأولمبياد. جريدة الجمهورية، أجري يربط مكافآت التأهل بصدارة المجموعة. كورة، مدرب مصر لا يرغب في مواجهة البرازيل. الشروق، المنتخب يتمسك بوجود صلاح في مباراتي تونس والنيجر. عرض من كولومبيا لخوض ودية في نوفمبر المقبل وترقب وصول عروض من البرازيل والأرجنتين. فيتو، كوكا خارج حسابات أجاري لمواجهة تونس. اليوم السابع، عمرو مرعي يدخل حسابات المنتخب قبل مواجهة تونس. الفجر، منتخب مصر يشكو تأخر تنظيم معسكر نوفمبر. فيتو، إعلان قائمة محترف المنتخب لمواجهة تونس السبت. الوفد، مفضلة بين السلام وباترو سبورت لاستضافة وديتي المنتخب الأولمبي أمام تونس وزامبيا. جريدة الوطن، الأولمبية توقف رئيس الزمالك عامين وشكوى ضده لرئيس الجمهورية. جريدة الشروق، فرجاني ساسي يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك. وجريدة المساء، الإسماعيلي يفتح خزائنه للفريق بشرط الدخول المربع الذهبي. مجلس الإدارة يطالب فييرا بالمنافسة في بطولتي الكأس والعربية. سكاي نيوز، رونالدو وميسي والكلاسيكو، مشهد لم يحدث منذ 11 عام. أسماء تتحمل مسؤولية تدهور ريال مدريد. نروح معاكم سريعا لتفاصيل أهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي مع الوطن سبورت اللي قالت إن اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة يدرس دلوقتي خلال اجتماع المجلس المقرر انعقاده يوم الأحد النهاردة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة المقرر ليها يوم 30 و31 أكتوبر الجاري، على أن يتم الاكتفاء بالجمعية العمومية العادية فقط والتي ستشهد إقامة الانتخابات التكميلية. بيسود اتجاه داخل الجبلية هيتم مناقشة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة الخاصة بتعديل اللائحة، لا سيما أن هناك حالة انقسام ما بين الأعضاء حول إلغاء بند الثمان سنوات وإقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم. يذكر أن آخر موعد لإرسال التعديلات المقترحة على اللائحة للأندية هو بكرة الاثنين وفقا للائحة. كمان اليوم السابع قال ان عمرو مرعي مهاجم النادي النجم الساحلي دخل في دايرة حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أجاري قبل اعلان قائمة اللعيبة المحترفة للمعسكر اللي جاي واللي هيتم اعلانها خلال الايام اللي جاية، وبيبدأ المعسكر يوم 12 نوفمبر اللي جاي. ونال مرعي اشادة الجهاز الفني للفراعنة بعد تسجيله للثلاث اهداف في الدوري التونسي مؤخرا بواقع هدف في التعادل النجم في مرمى الملعب التونسي وهدفين في فوز النجم على الاتحاد المنستيري بخماسية مقابل هدفين، فضلا طبعا عن هدف آخر مباراة الرمطة الأردني في إياب دور الاثنين وثلاثين في البطولة العربية. كمان ارتفعت أسهم اللاعب في ظل إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وتأكد غيابه عن المعسكر اللي جاي. كمان فيتو قال ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيير أجيري قرر الاعلان يوم السبت اللي جاي عن اسامي اللعيبه المحترفه المنضمه لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهه تونس يوم 16 نوفمبر اللي جاي في استاد برج العرب ضمن مواجهات الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه واللي بتقام في الكاميرون ان شاء الله السنه اللي جايه. طبعا المنتخب تاهل لنهائيات امم افريقيا بعد ما فاز على سوازيلاند وفاز على تونس والنيجر في الجوله الاخيره.
كمان الفجر قال اشتكى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير أجيري المدير الفني هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة التأخير في تنظيم المعسكر الخارجي نهاية نوفمبر اللي جاي، وتواصل هاني رمزي المدرب العام مع هاني أبو ريدة لمطالبته بسرعة إنهاء التأشيرات الخاصة باللعيبة، خصوصا إن المعسكر محدد ليه إن هو هيكون في أوروبا ولابد من إنهاء التأشيرات قبل 45 يوم على الأقل من المعسكر. احنا دلوقتي معادنا مع جولة سريعة في السوشيال ميديا، طبعا دايما بنتابع في جولتنا على السوشيال ميديا اهم واخر اخبار نجوم الكرة سواء محليا او عالميا من على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نبتدي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني الاول اللي نشر صورة على تويتر من مباراة امبارح مع فريقه قدام بلدية اكيسار سبور واللي انتهت بفوز قاسم باشا 5-0. احرز تريزيجيه الهدف الاول وكتب فوز كبير الحمد لله. كمان عالميا امبارح كان في ماتشات مهمه كتير في الدوريات العالميه، هنبتدي مع ماتش ليفربول وهدرسفيلد تاون واللي انتهى بفوز ريدز بهدف نجمنا محمد صلاح. كتبت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول الانجليزي على تويتر هدف صلاح 50 هدف في الملاعب الانجليزيه، كبير يا صلاح كبير. كمان نشر شيردون شاكيري لاعب ريدز صوره على تويتر من الماتش وكتب فوز مهم النهارده. نشر جيمس ميلنر لاعب ليفربول برضه صورة على تويتر وكتب أداء وثلاث نقاط وشباك نظيفة. نشر مدافع ليفربول الإنجليزي فان دايك صورة من المباراة مع صلاح على تويتر وكتب ثلاث نقاط مهمة شباك نظيفة، التركيز الآن على دوري أبطال أوروبا. من مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون روح لتشيلسي ومان يونايتد واللي شهدت طبعا إثارة كبيرة جدا وانتهت بالتعادل 2-2. الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على الانستغرام نشرت صورة لنجم الفريق توني مارسيال وكتبت توني مارسيال رجل مباراة اليوم. ماركوس راشفورد لاعب مان يونايتد نشر صورة لي على تويتر من الماتش وكتب من الصعب أن تحصل على نقطة بينما تستحق أكثر، لنستمر في التقدم للأمام والصعود لأعلى. نشرت كمان صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة للنجمين الفرنسيين بول بوجبا نجم مان يونايتد وكونتي لاعب تشيلسي من المباراة وكتب صنع في فرنسا. نشر كمان أنطونيو روديجر لاعب البلو صورة على تويتر من احتفاله بالهدف الأول وكتب ما زلنا بلا هزيمة هذا الموسم. كمان نشر روس باركلي لاعب تشيلسي واللي احرز هدف التعادل في الوقت بدل الضايع صوره على تويتر وكتب الهدف الاول في ستانفورد بريدج. نروح بقى لفوز مانشستر سيتي الكبير على بيرنلي 5-0. سيرخيو اجويرو واللي افتتح الخماسيه نشر صوره من احتفاله مع زمايله بالهدف وكتب على تويتر فوز جيد جدا، خوض مثل هذه المباريات التي نحبها والبقاء على قمه الجدول. نشرت كمان الصفحة الرسمية للبريمير ليج على الانستغرام صورة لكيفن دي بروين نجم المان سيتي في المباراة بتحتفل بعودته للملاعب بعد ما تعافى من الإصابة اللي بعدته عن المشاركة خلال الفترة اللي فاتت وكتبت الصفحة مرحبا بعودتك دي بروين. كمان كتب فانسنت كامباني لاعب المان سيتي على تويتر بعد الماتش نتيجة رائعة أداء مميز. وبنيامين مندي لاعب السيتي رد على تويتر على واحد من المشجعين اللي كتب ان هو باع مندي في لعبه الفانتزي وندمان على ده جدا وقال لا تفعل ذلك ابدا. Never do that. وبعد كده كمان نشر الجزائري رياض محرز اللي احرز الهدف الرابع صوره على تويتر وكتب 5 اهداف شباك نظيفه، سعيد باحراز اول اهدافي في ملعب الاتحاد. هاري كين نجم توتنهام فنشر صورة على صفحته على الانستغرام بعد الفوز على ويست هام 1-0 وكتب فوز كبير خارج أرضنا والآن تحضيرات كبيرة للفترة المقبلة. من الدوري الإنجليزي للدوري الألماني البونز ليجا نشر المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني صورة من ماتش شتوتغارت على تويتر واللي فاز فيها بروسيا دورتموند 4-0 وكتب مجهود كبير من الفريق لنستمر في التقدم للأمام. كمان بايرن ميونخ الالماني اللي بعد سلسله من النتائج المخيبه للامال اخيرا حقق الفوز امبارح على فولسبورغ 3-1. النجم البولندي ليفاندوفسكي احرز هدفين وكتب على تويتر اهدي هذا الانتصار لمشجعينا الذين ساندونا في الاوقات السعيده والصعبه. كمان كتب بواتينج لاعب البايرن على تويتر تغريده قال فيها كنا بحاجه لرد الفعل هذا للعوده لطريق الانتصارات.
نشر كمان ديفيد ألابا صورة من المباراة أو من الماتش على تويتر وكتب عودنا للمسار الصحيح. وفي الليغا الأسبانية نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر صورة للحظة إصابة نجم الفريق لينال ميسي في ماتش امبارح قدام إشبيليا واللي انتهى بفوز برشلونة 4-2، وكتبت أطباء نادي برشلونة يؤكدون إصابة لينال ميسي بكسر في دراعه اليمين، من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل لثلاث أسابيع. كمان نشرت صفحة في الجول على الانستغرام صورة لتيرشتايجن حارس مرمى البوغرانا وكتبت تصديات تيرشتايجن الخرافية أمام إشبيليا لم يفعلها من قبل إلا الحارس وليد في كرتون الرسوم المتحركة كابتن ماجد. وكمان نشر مارسيلو نجم ريال مدريد صورة على انستغرام من ماتش لافنتي واللي خسر الفريق الملكي بهدفين لهدف واللي أحرزه مارسيلو، وكتب بذلنا أقصى جهدنا من أجل تحقيق الفوز ولكننا لم نستطيع، سنواصل النضال حتى نلتقي مرة أخرى. أما بقى بالنسبة لفرنسا فنشرت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على انستغرام صورة من احتفال اللعيبة بأحد أهداف الفوز على أميان 5-1 وكتبت 10 من 10 نستمر بلا هزيمة في الدوري الفرنسي. إيطاليا كمان أو في الكالتشر الإيطالي نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس على تويتر صورة للنجم كريستيانو رونالدو بعد مباراة جنوة واللي انتهت بالتعادل 1-1، رونالدو هو اللي طبعا أحرز هدف يوفنتوس، وكتبت الصفحة رونالدو أصبح الآن أول لاعب يحرز 400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى. نشر رونالدو كمان صورة من الماتش على انستغرام وكتب كل مباراة تعلمنا شيء فلنركز الآن على المباراة القادمة. معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع من الفاصل نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ محمد صادق مدير تحرير جريدة أخبار الرياضة. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا النهارده في الاستوديو استاذ محمد صادق مدير تحرير جريده اخبار الرياضه. مساء الخير على حضرتك منورنا النهارده. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكي وعلى جمهور اهلي بكل مكان وده نوركم. النهارده طبعا في احداث كتير جدا مهمه حصلت النهارده، وفي احداث طبعا حصلت امبارح، واكيد في حدث مهم برضه يوم الثلاثاء هيحصل للنادي الاهلي. بالتأكيد. يوم الثلاثاء مباراه وفاق صفاقس الجزائري، النهارده تم توقيع عقد رعايه النادي الاهلي برزنتيشن سبورتس، وامبارح كمان كان في عقد رعايه للنادي الاهلي مع شركه امرو الانجليزيه. خلينا نبتدي طبعا بالحدث الاهم وهو توقيع شركه برزنتيشن سبورتس لعقد رعايه النادي الاهلي برقم تاريخي ما حصل قبل كده في تاريخ الكرة المصرية أو في تاريخ الرياضة المصرية ككل. أولا اسمحي لي أن أنا أقدم التهنئة طبعا لمجلس إدارة الأهلي والنادي الأهلي وجماهير الأهلي على عقد الرعاية الجديد. العقد لي أكثر من معنى في هذا التوقيت، وبالتأكيد بالتأكيد بيؤكد حاجة مهمة جدا، أن الأهلي قيمة، الأهلي له قيمة كبيرة جدا مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. أكيد. وأنه الرعاة هم اللي بيقدروا يبقى هم المستفيدين الأكثر من الارتباط اسمهم باسم نادي الأهلي وليس العكس على الإطلاق. أكيد. فالعقد الجديد والمبلغ الكبير اللي احنا سمعنا عنه والمدة 4 سنوات ده بيؤكد شيء طبيعي جدا، الأهلي له مكانته العريقة وله قيمته سواء الرياضية أو على المستوى الإنساني المحترم الكبير الجماهير العاشقة الكبيرة جدا أو القيمة التسويقية للنادي الأهلي. صحيح. العقد اللي تقدم من برزنتيشن او تم توقيعه من مع برزنتيشن سبورتس هو اكثر قيمه من العقد اللي فات مع شركه صله ب 20 مليون جنيه. والله هو طبعا بالتاكيد في ناس كثيره جدا بتسال السؤال ده، يا ترى العقد كام؟ انا اعتقد ان هو البعض بيقول هو تجاوز 500 مليون جنيه. يعني في ناس بتقول ب 20 وفي 10 عمرو ب 10 مليون جنيه. يعني تجاوز العقد القديم. احنا اولا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ايا كانت الشركة التي فسخت التعاقد الأول مع الأهلي هي الخاسرة بالتأكيد. أكيد. بالتأكيد والمستفيد برضه النادي الأهلي، ويما تعاقدت مع الأهلي تعاقدت مع اسم النادي الأهلي ومع تاريخ النادي الأهلي ومع جماهير الأهلي. صحيح. وكانت هي المستفيدة، فشيء طبيعي. هو البعض كان واهم أو يظن
انه مجرد ان بيتم فسخ التعاقد يبقى الاهلي هيقع في حيص بيس ومش هيبقى مشكله عنده وصدره ازمه كبيره والكلام من ده. وده اللي حصل انه النادي الاهلي النهارده والتعاقد بهذه السرعه ورعاه اكثر ما قيمه ماديه من الاول فاقل من شهر زي حضرتك بتقولي. ده يؤكد انه ما فيش حد بيجامل الاهلي. ده الاهلي خير على الكل. صحيح عندك حق. بالعكس انا شايف ان الموضوع مختلف تماما. الاهلي ما خسرش ولا حاجه. بالعكس يعني الاهلي اكيد هيحصل على حقوقه من العقد اللي فات بالشرط الجزائي, وكمان دخل في خزينته فلوس اكتر او ب 10 مليون جنيه. فلا طبعا اكيد طبعا النادي الاهلي اعتقد ايضا الاهلي لو كان عايز ثاني يوم يجيب راعي كان ممكن جدا يجيب ثاني يوم, ولكن هو كان بياخد اجراءات قانونيه معينه عشان خاطر حقوقه الماليه لدى الشركه الفاسخه يبقى مضمونه وكل حاجه, وبعد كده بينتقل الى راعي جديد. وده اللي خلى المده رغم قلتها شهر, لكن برضو بنعتبر انه انجاز كبير جدا للاهلي. صحيح قيمه الرعايه وعقد الرعايه هو 510 مليون جنيه مصري, مش زي ما بيتقال 520, هو 510 مليون جنيه مصري, يعني بيزيد عن عقد صله اللي فات ب 10 مليون جنيه. يمكن هو رقم قليل بس برضو في الاخر بيتفوق وبيزيد عن العقد اللي فاتت. وده طبعا يعني في الاخر يعني بيثبت ان النادي الاهلي هو المستفيد, والنادي الاهلي مش ممكن في يوم من الايام ان هو يقع في كوكب, او هو ممكن حد يتحكم فيه او في مصالحه او ياثر عليه سلبا. تمام. هو بيؤكد قوة النادي الأهلي, قوته من جميع النواحي وليس من ناحية معينة. العقود الرعاية كتير وممكن جدا تيجي وتروح وتزيد وكده, لكن بيؤكد مكانة وقوة الأهلي وتوقيت مناسب جدا جدا, انه مفيش حاجة مفيش حد يقدر يضغط على الأهلي بأي وسيلة. صحيح. من وسائل أخرى أو حتى لو كانت مالية, حتى عقد الملابس اللي شفناه امبارح فأكيد يعني برضو بيجي بيتوائم في وقف توقيت برضو مناسب جدا وتوقيت يعني ما تاخرناش. كان في ناس ثانيه بتظن ان الاهلي عمال يبحث عن راعي ويبقى معاه موسم من نهايه الموسم يبدا يدور على راعي جديد وهيبقى في مشكله عندهم. لا ولا في اي مشكله. طبعا مفيش اي مشكله. واضح تماما ان من اليوم التالي لفسخ العقد من الشركه القديمه واضح تماما مجلس الاداره عارف هو بيعمل ايه, عارف ان هو الخطوه الجايه هيعملها ازاي, عارف ان هو هيقدر يعوض فسخ العقد ده بعقد اكبر منه او مساوي ليه على الاقل في وقت قياسي. كل الامور دي كلها تؤكد مدى قوه الاهلي. صحيح. وسواء في ملف الرعايه رعايه النادي الاهلي مع شركه برزنتيشن سبورتس او حتى رعايه ملابس النادي الاهلي مع امبرو الانجليزيه, ففي الاخر لو جينا نبص كده للموضوع من بعيد فنلاقي النادي الاهلي تقدم سواء هنا بفلوس اكتر او على الجانب الاخر في ملف الملابس او الشركه الراعيه لملابس النادي الاهلي. فالنادي الاهلي برضو تقدم لان شركه امبرو برضو شركه كبيره جدا, شركه انجليزيه يمكن كانت بتلبس في يوم الايام منتخب انجلترا. برضو انا ما ببصش للقيمه الماديه حتى ولو كانت القيمه الماديه اقل, لكن انه يبقى فيه شركات تتسابق وتتنافس على انها تصل لرعايه الاهلي, ده في حد ذاته شيء كبير جدا ومهم جدا بصرف النظر عن صحيح. قيمه التعاقد. الشركه اللي بيقترن اسمها باسم النادي الاهلي هي اللي بتستفيد. هي المستفيده طبعا. صحيح. بالتاكيد. صحيح. طيب يعني في الاخر الموقف اللي اتحط فيه النادي الاهلي يعني اللي بيحاول ان هو يعرقل النادي الاهلي, بالعكس احنا بنقف وبنقوم تاني على رجلينا, وبالعكس احسن وافضل بكتير من قبل كده. طيب نروح بقى لملف تاني طبعا, وهو ملف النادي الاهلي ولقائه الهام جدا ان شاء الله اقصاده وفاقصه طفل الجزائري في مشواره لحصد الاميره سمراء التاسعه ورجوع مره تانيه للعب في البطوله المفضله دوري او بطوله كاس العالم للانديه. شايف اللقاء القادم ده هيكون عامل ازاي؟ بالتاكيد مباراه مهمه جدا جدا. الاهلي بيخشها بدوافع يمكن موجودة دائما وأبدا. الأهلي بيبحث عن بطولة, لكن المرة دي والأهلي داخل بيبحث عن بطولة بإصرار رهيب عكس السنوات الماضية, أنه كان ممكن جدا نتائجه المهتزة بتخليه يفقد الثقة أنه هو ينافس على اللقب لغاية آخر لحظة. المرة دي نقدر نقول أنه من يوم ما جه باتريس كارترونز النهارده خد 7 مباريات قدر ان هو يحقق انتصارات بره وجوه الارض,
قدر ان هو يصل اول مجموعته، قدر ان هو يتجاوز دور الثمانيه بسهوله، قدر انه يوصل دور نهائي. مباراه يوم الثلاث مباراه هي بالتاكيد بوابه المجد الافريقي بالنسبه للاهلي، لانه الاهلي مجرد ما يصل الى النهائي هيبقى ان شاء الله باذن الله على عتبه الكاس الافريقيه اللي هو دائما وابدا هو صاحب اللقب الرقم القياسي في فوز بهذا البطوله. فشيء طبيعي ان المباراه بتاعت يوم الثلاث مباراه مهمه جدا جدا بصرف النظر عن نتيجه مباراه الذهاب. امبارح بعد التدريب واثناء طبعا تناول اللعيبه لوجبه الغداء، كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه واتكلم معاهم واكد لهم على اهميه هذا اللقاء يوم الثلاثاء القادم وقد ايه الجماهير مستنياه، وقعد يحفزهم طبعا قبل اللقاء ده. شفت الكلام ده ازاي؟ يعني الكابتن الخطيب مش اول مره يعملها ويقعد مع اللعيبه قبل مباراه مهمه، لا ده هو تكرر منه هذا الامر في توقيتات مناسبه جدا جدا قبل السفر. دائما ما بتكون هذه اللقاءات قبل السفر الى خارج البلاد، مش يعني ما بتكون في مباراه على ارض النادي الاهلي الكابتن الخطيب يمكن مشاغله كتيره وممكن ما بتسمحش ان هو يحضر، لكن يا اما بيكون في الفريق مسافر بيبقى حريص كل الحرص ان هو يقعد مع اللعيبه. وبعدين حضرتك انت بتتكلمي عن ايه؟ بتتكلمي عن قيمه كرويه مهمه جدا، بتقعد مع لاعبين قدوه، فشيء طبيعي جدا انه الحماس والانتماء والحب وكل الدنيا دي كلها بتصب في جلسه واحده، بتحمل اللاعبين مسؤوليه وهم طالعين يدافعوا عن اسم النادي الاهلي بره. أكيد. فشيء طبيعي ان هذه الجلسه مش جلسه تحفيزيه ولا جلسه، لا دي جلسه يعني نقدر نقول جلسه معنويه ليها اهميه كبيره جدا جدا قد تغني عن حصص تدريبيه كثيره جدا في الملعب بالتاكيد. يعني ايه الخطوره اللي ممكن يشكلها فريق وفاق سطيف الجزائري في المباراه القادمه من واقع طبعا مشاهده حضرتك للقاء اللي فات؟ هو طبعا احنا مش هنتكلم عن الخطوره في الملعب لانه الخطوره من الفريق الجزائري بتاتي من المدرجات. صحيح. من الجماهير. الحذر، كل الحذر، لانه احنا كلنا عارفين ان الجماهير الجزائريه احيانا بتبقى نوع بتلجا الى اساليب استفزازيه في التشجيع والتعصب والكلام من ده، ده من الممكن ان هو يبقى ليه اثر، لكن اعتقد ان لاعيبه الاهلي بخبراتهم وتاريخهم الطويل في التعامل مع المباريات الافريقيه اعتقد ان هم قادرين ان هم يستوعبوا هذا الامر. واول ربع ساعه في مباراه مهمه جدا جدا، الفريق الجزائري ليس لديه ما يبكي عليه، وده اللي يجب ان نحذره ونخافه ونلعب عليه كمان، بمعنى صح ان احنا طريقه باتريس كارتيرون طريقه كويسه ومحترمه ان هو بيهاجم ما بيخافش بيقدر يحقق نتيجه ايجابيه. يعني حضرتك شايف ان سيناريو اللقاء القادم هيكون هتكون مباراه مفتوحه، هتكون مباراه مش هيكون مفتوحة فيها اي هدف للاهلي هدف للاهلي ايا كان هذا الهدف في الاول في النص في كده هينهي المباراه تماما لصالح الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب الاهلي بيعاني من غيابات كتير، ممكن كارتيرون ازاي يتعامل في اللقاء القادم ده؟ هو الاهلي بيعاني دي اكتر من 6-7 مباريات. صحيح. سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في بطوله افريقيا، احنا شايفين الاصابات المره دي وان كانت المره دي هتزيد اكتر، يعني الاصابات المره دي ممكن تكون مؤثره شويه، خاصه يكون عندك الظهير الايسر علي معلول مش موجود، ده في حد ذاته يعني مركز مهم جدا جدا، لكن اعتقد ان المدير الفني خلاص اعتاد او الجهاز الفني كله عشان ما نغفلش حق كابتن محمد يوسف والمجموعه اللي معاه، الجهاز الفني اعتاد على هذه الاصابات وعلى هذه الغيابات، واعتقد ان مباراه كاس مصر كانت فرصه ان هو يجرب بعض اللاعبين ويديهم الثقه شويه. في شفنا محمد شريف قدر ينزل ويساهم في اكثر من ورقه، ممكن جدا يرجع عمرو السرية، ممكن سعد سمير يرجع يسد العجز اللي موجود في الاصابات في المنطقه الدفاعيه اللي احنا الاهلي بيعاني منها شويه. صحيح. طيب محمد يوسف المدرب العام قال ان الفريق دلوقتي ما فيش اي تفكير غير في لقاء وفاق سطيف القادم، ولا صوت يعلو على صوت لقاء وفاق سطيف الجزائري مع النادي الاهلي، واكد طبعا على اهميه اللقاء ده بالنسبه له وبالنسبه للفريق والجهاز الفني وللجماهير. هو طبعا التصريح ده مقصود ان هو اعتقد على ما اعتقد انه مقصود به انه ما فيش حاجه في قصص الانتقالات الشتويه ونفوض مين ونعمل مين ومين اللي جاي ومين هيطلع ومين اللي هيخرج، فشيء طبيعي التصريح يعني بيقول ان هو التركيز
التركيز كله موجود. وانا كنت سمعت في بدايه الحلقه انه هناك نوع من انواع التكتم الشديد على التدريبات. صحيح. وسريه كامله خوفا من الجواسيس وبعيدا عن الجواسيس ايضا لمزيد من التركيز للاعبين. صحيح. التركيز مهم جدا ان اللاعب ومركز في التدريب هيقدر يتمرن النهارده الحد والاثنين كمان على ملعب اللقاء طبعا ده بما تنص عليه لوائح الكاف طبعا طالما الارض من ترتان فليهم لحق ان هم يتمرنوا مرتين على ملعب اللقاء. ان شاء الله بكره هيكون اخر تدريب للنادي الاهلي قبل طبعا اللقاء الهام جدا. صحيح. طبعا شايف ارضيه الترتان دي هتبقى ازمه بالنسبه للنادي الاهلي. هو كان زمان ممكن تبقى ازمه لينا او للنادي الاهلي او لاي فريق مصري لان احنا مش متعودين على اللعب على النجيل الصناعي، لكن خلاص الاهلي اعتاد وطلع ولعب بره وهو بيدرب فعلا على ملاعب نجيل صناعي عشان خاطر يواجه هذا الموضوع، فشيء طبيعي انه يبقى في نوع من انواع الاختلاف، لكن ده مش هيؤثر كتير جدا على اداء الاهلي لانه زي ما قلت حضرتك الاهلي بيمتلك لاعبين اصحاب خبرات يعني يقدروا يتحكموا في مستوى السرعه بتاعتهم، يقدروا يتحكموا في مستوى الجهد اللي بيبذلوه اثناء المباراه، في التحرك بالكره والحاجات دي كلها، يعني اعتقد خبرات لاعبي الاهلي قادره ان هي تتغلب على قصه النجيل الصناعي. طيب برأي حضرتك مين الأنسب ليكون مكان علي معلول في اللقاء القادم؟ صبري رحيل ولا أيمن أشرف؟ والله أنا من وجهة نظري أيمن أشرف لأنه أيمن أشرف ده مركزه الأساسي اللي هو أجاد فيه في السنوات الماضية مع سموحة، زائد أنه هو برضه ما بيروح المنتخب بيلعب ظهير أيسر، زائد أنه هو يعني إذا كان سعد سمير هيرجع لقلب الدفاع فيبقى أيمن أشرف في الشمال أو في الجهة اليسرى أفضل باعتباره أنه جاهز فنيا وبدنيا وأن المكان ده مكان مهم. كمان محمد يوسف قال أن الهدف للنادي الأهلي أنه يرجع لكأس العالم للأندية، طبعا اللقاء ده هو بوابة النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، شايف المشاركة في كأس العالم للأندية قد إيه أهميته للنادي الأهلي؟ لا طبعا اهميه كبيره جدا. انت يعني النهارده الاهلي صنع جزء كبير جدا من شعبيته وصنع جزء كبير جدا من انجازاته بانه وصل نهائي كاس لمونديال الانديه 3 مرات قبل كده، فعمل تاريخ مع هذه البطوله، خد المركز الثالث في 2006، فشيء طبيعي جدا انه ده الهدف الاسمى، واي نادي في العالم بيتمنى ان هو يبقى مع 6 الكبار اللي هم من افضل مدراء الانديه، فده هدف كبير جدا وهدف لا يسعى الى تحقيقه الا النادي الاهلي في مصر بالتاكيد، زائد انه نقدر نقول كل العوامل وكل الظروف المحيطه بفريق كره النادي الاهلي بتدفعه على هذا على انجاز هذا العمل وعلى الفوز اولا ببطوله افريقيا. احنا النهارده من 2013 ما خدناش بطوله افريقيا، حان الوقت لان الاهلي يسترد اللقب المفضل بتاعه. صحيح. وحان الوقت انه يبقى موجود بالتاكيد في مونديال الانديه. طيب لو سالتك عن باتريس كارتيرون وعن تقييمك لباتريس كارتيرون في قياده النادي الاهلي لحد دلوقتي هتقول لي ايه؟ انا شايف ان هو موفق جدا في مسيرته مع الاهلي، شايف ان هو عنده طموح ان هو يقدر يعمل حاجه مع الاهلي، ان هو يحقق بطوله، يعني عنده نوع من انواع الحب، يعني نقدر نقول ان مانويل جوزيه كان بيحب الاهلي وعشان كده الحب ده خلاه يقعد فتره طويله ويقدر يحقق انجازات كتيره. كارتيرون فضل الاهلي وعلى عده عروض اغلى من ناحيه المرتب والامتيازات الاخرى، وفضل ان هو يجي الاهلي عشان يدرب الاهلي. دفع الشرط الجزائي للنادي السابق عشان يجي النادي. تمام وده يؤكد ان الراجل حريص على النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وعارف قيمه الاهلي وعارف ان هو كمان ان الاهلي ان هو ما يحقق بطوله مع الاهلي سواء على مستوى قاري او على المستوى القاري بالتاكيد هيفرق معاه هو كمدرب. صح. ويرفع اسهمه في سوق المدربين بالتاكيد ويرفع راتبه ويرفع كل حاجه، فهو الراجل بيبذل كل جهده. صحيح. وحتى الان انا بعتقد وشفناه مضحي في مواقف كتير جدا، يمكن لو عنده يومين او ثلاثه اجازه او 48 ساعه ما بيطلعش فيهم يسافر، لا قاعد ومستني يشوف الدنيا عامله ازاي ومش عايز يتشتت ومش عايز اي حاجه تطلعه بره تركيزه عشان يبقى مركز في اللقاء القادم. هو عايز يبقى دائما يبقى في
بؤرة التركيز، وشايف ان هو اي خروج عن المكان او اجازة او راحة او كذا او كذا او كذا ده ممكن جدا يطلعه من المود بتاع التركيز اللي هو خاص بيه، وهو يعني راجل محترف وشايف مش جاي ياخد فلوس، هو جاي يعمل انجاز ويعمل اسم ليه ويعمل تاريخ مع النادي الاهلي، فشيء طبيعي جدا ان هو يبقى كده. وانا اعتقد ان كارترون ما زال لديه الكثير، بس الظروف تتحسن حواليه من ناحيه الاصابات، من ناحيه بعض المراكز اللي محتاجه بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم في فتره الانتقالات الشتويه، يعني عشان خاطر المشوار طويل، احنا هنخلص من بطوله افريقيا في شهر 7 وخش البطوله الثانيه على طول، فيعني هنخلص من دي في شهر نوفمبر ونخش البطوله الثانيه، لان البطولتين اصبحوا النهارده متتاليتين بسبب تعديل نظام الكاف للبطولات الافريقيه. فالاهلي محتاج لتدعيمات في يناير الجاي، وبعتقد انه ايه المراكز من وجهه نظر حضرتك اللي محتاجه ان هي تدعم في انتقالات الشتويه القادمه ان شاء الله؟ هيحتاج صانع العاب برضه، رغم انه موجود فيه عدد كويس وكويسين ومجموعه. هل صالح جمعه يصلح ان هو صانع العاب النادي الاهلي بيدور عليه؟ صالح جمعه كل التجارب او كل الفرص اللي خدها اهدرها هو اللاعب للاسف الشديد. يعني الاهلي اعطاه فرص كثيره جدا، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان الاهلي يعتمد على لاعب هو فاقد الطموح او فاقد الاحساس باهميه المكان التي تنتظره في خط وسط الاهلي. فشيء طبيعي لازم موجود، اوكي ما فيش مشكله، لا بس لازم يكون في صانع العاب تقيل يقدر يملى الفراغ اللي موجود، خاصة في ظل الإصابات اللي بتيجي لبعض اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة، وليد سليمان، ممكن مؤمن زكريا، ما أعرفش القصة إيه، الكلام من ده كله. فلازم يكون لو بنتكلم عن صانع ألعاب ناصر ماهر كويس، بس لسه برضه صغير السن، هتقدري تيجي بفترة من فترات هتقيميه هتلاقي إنه أحيانا ممكن جدا من وجهة نظر حضرتك هو ينقصه الخبرة، لكن يعني يمشي برضه، بيمشي أحيانا على خطى صالح جمعة، يعني في نوع من عدم الالتزام في بعض الأوقات، محدش يقول لا أنت بتتجنى عليه، لا ده الأهلي عطله عقوبة عشان خاطر عدم الالتزام. عدم الالتزام ده بداية إن اللاعب يفقد تركيزه، وإذا فقد تركيزه مش هيدي في الملعب، وإذا ما نطش في الملعب المدرب مش هيعتمد عليه. يبقى إذا ناصر ماهر لعيب كويس جدا، لعيب هايل، صالح جمعة هايل، بس المهم التركيز والالتزام في الملعب عشان خاطر ياخد الدور. انت بتصنع العاب، معناها ايه؟ معناها ان انت قائد في الملعب، مش مجرد لاعب عادي، يعني مش مدافع من ظهير كذا كذا، لا ده انت قائد، يعني انت العقل المفكر بتاع الفرقه، لازم تكون في قمه تركيزك، لازم تكون في قمه الالتزام ايضا. طيب ايه مركز اخر محتاج ان هو يدعم في انتقالات يناير القادم طبعا بالاضافه لصنع الالعاب زي ما حضرتك قلت؟ برضو انا يعني شايف انه راس الحربه لازم يكون فيه راس حربه تاني، لان احنا تاني وتالت لان برضو غياب جميل، عندنا صلاح محسن، عندنا ازارو، وعندنا مروان محسن، فاحيانا وليد ازارو عروض كذا بتلعب في دماغه احيانا، فممكن تلاقيه خرج من التركيز شويه، غاب عن التهديف، يبقى لازم يكون فيه راس حربه تالت ورابع كمان، لانه ده الاهلي، يعني الاهلي بيلعب في اربع جبهات النهارده بيلعب في بطوله الدوري واللقب المفضل ليه وحامل اللقب، ودي مش عايزه كلام. وبعدين طبعا باذن الله في يناير القادم هيكون اجاي موجود في النادي الاهلي. لا احنا بنتكلم على بطولات، عنده بطوله عربيه عايز يلعب وينافس على لقبها، عنده كاس مصر عايز يلعب، عنده بطوله افريقيا ممتده معاه موسمين ورا بعضيهم، فطبعا اجاي حتى لو رجع اجاي لوحده في حد ذاته، احنا بنتكلم عن فرقه متكامله. اذا غاب عنصر او اثنين او ثلاثة للإصابة او للإيقاف، يبقى في عنصر واثنين وثلاثة جاهزين يسدوا هذا العكس. طيب ما اتكلمتش عن الدفاع خالص. انا شايف انه الدفاع طبعا اذا ما عاد رامي ربيعة، وده يعني برضو مش يعني، في محمد نجيب عايد من الاصابه، في رامي ربيعه رجع وشارك في مباراه مصريه الاتصالات اللي فاتت، يعني هو عائد خلاص، يعني القصص بالنسبه له، بس برضه محمد نجيب لوحده ما ينفعش، عايزين برضه انت سليف كيتا، سليف كولبالي عمل فرق كبير جدا في خط دفاع الاهلي، ولكن برضه هناك بعض النقص اللي موجود في خط الدفاع، مجرد ما بيمسك سمير او ايمن اشرف يطلع على الشمال، فبيبقى قلب الدفاع محتاج برضه
برضو لاعب مش هنقول على وزن سليف كوليبالي، لكن هنقول انه لازم يكون لاعب متميز. واعتقد شايف مين من اللعيبه الموجودين طيب في الدوري المحلي مكانهم النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه؟ والله سامع ومتاكد ويعني متاكد من رغبه اللاعب اولا من اللاعب الاسماعيلي احمد محمود بتولي كويس وهو بيحب الاهلي وعايز يلعب الاهلي، والاسماعيلي طبعا امام رغبات لاعبيه ما بيقدرش يقف خالص اذا كان يحق له ان هو يوقع في يناير الجاي. فشيء طبيعي ان اللي بيسعى الاسماعيلي ان هو يستفيد من مثل هذه الصفقات. واعتقد ان في نوع من انواع يعني قراءة الوضع انه الاسماعيلي متقبل لهذا الامر، وانه في صفقات تبادليه ممكن تتم، وان في مبلغ مالي ممكن يتم. كل ده هيدعم دفاعات الاهلي، وهو ده اللعيب الوحيد اللي ممكن يبقى كويس في الدوري المحلي ويبقى يفيد الاهلي في المكان ده. غير كده مش شايف ان في لعاب اخر ممكن يفيد التدعيمات محليا، يعني يفيد التدعيمات القادمه للنادي الاهلي في يناير؟ لا، ده الجهاز الفني طبعا بيبقى عنده بقى رؤيه خاصه وهو يقدر عارف. لكن انا بتكلم على الثلاث مراكز المهمين دول، واذا ما تم تدعيم ثلاث مراكز دول في يناير يبقى الاهلي ان شاء الله هيبقى له شكل متكامل ومتناسق ويقدر يكمل في البطولات الاربعه بخطى جيده جدا جدا. طيب عايزين نروح للدوري المحلي، شايف ان الظواهر اللي حصلت جديده في الموسم الحالي؟ ما هو احنا ما في لا حديث لاي مشجع او لاي متفرج عن الدوري المحلي الا عن اخطاء الحكام. صحيح، هي دي الظاهره الوحيده المقلقه. الظاهره الثانيه واللي احنا بنحذر منها وحذرنا كتير جدا انه المهاجمين الاجانب اللي هم هداف الدوري دلوقتي، صحيح، هم دول الخطر الكبير مش على منتخبنا الوطني، على منتخب مصر الاول. صحيح، بالتاكيد على منتخب مصر والمنتخبات الاخرى. خلي بال حضرتك برضو، لان انت لو عندك مهاجم واثنين وثلاثه صغار السن بيروحوا المنتخبات، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، وبعدين المنتخب اول. فانت لما بتجيبي مهاجم او اثنين او ثلاثه عندك اجانب وبتحطيهم في الفرقه، معناها ان انت بتحجبي ثلاث فرص على اللاعبين المصريين اللي هم ممكن جدا في يوم من الايام يبقوا في منتخب مصر. دي الظاهرتين دول هم اللي بنحذر منهم، والتحكيم دي ممكن ظاهره تفسد الدوري. المهاجم الاجنبي هو بيأدي، بيحرز اهداف، بيمتع الناس، ماشي، اهلا وسهلا، بنتاقلم على الموضوع. لكن التحكيم وازمته هتحل ازاي بقى؟ تقنيه الفار ممكن تحل من مشاكل التحكيم المصري؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا من اقل من شهر كان في ندوه كبيره جدا في اخبار الرياضه عن ازمه التحكيم، وكان في خبراء ومتخصصين وحكام سابقين ومسؤولين كانوا حضروا هذه الندوه وطرحوا كل الامور دي، طرحت على الطاوله. مش تقنيه الفار لوحدها هي اللي ممكن جدا تحل ازمه التحكيم، لا، ده احنا منظومه كامله تبدا من التدريب والتثقيف وتهيئه الحكام نفسيا وبدنيا، وتنتهي بالوسائل المساعده، اذا كان حكم خامس، اذا كان الفار، اذا كان اي وسائل اخرى. يعني ما نقدرش نجزئ الموضوع ونقول ان الفار هي اللي تحل المشكله. الفار ممكن تحل مشكله في الملعب، تحل ازمه هدف، تحل ازمه ضرب الجزاء، لكن مش هتحل ازمه التحكيم ككل. لازم الحكم يبقى مركز ويبقى صاحي ويبقى فاهم القانون، والحكم المساعد بيبقى برضه مركز مش سرحان. اذا كنا يعني هي كل القصص كلها منظومه متكامله، ودي تتطلب من اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام. بقول لأن العاتق بيقع على اتحاد الكرة، ليس عصام عبد الفتاح وحده رئيس لجنة، ولكن كل اتحاد الكرة عليه أنه يبحث عن منظومة متكاملة لإصلاح التحكيم بشكل عاجل، لأن الموسم زي ما اتفقنا ممتد ويخلص ده يخش الموسم الثاني، وإحنا مواسم مضغوطة وكل ثلاث أيام بتتلعب مباراة. صحيح، إما دوري إما وبعدين يمكن في الدور الثاني من الدوري المصري ممتازة، تكون المنافسة برضه مشتدة، فالأخطاء دي تعمل كوارث اكبر. وممكن جدا يبقى في جمهور اكتر، يعني اذا ما صارت الخطه اللي موجوده انه زاد عدد الجماهير في الدور الثاني، فيبقى في ضغوط اكتر على الحكام، يبقى في اخطاء اكتر، في منافسه بين الفرق اللي بتتنافس على الصعود، على القمه، في فرق بتتنافس على عدم الهبوط، فكل ده هيبقى في نوع من انواع التوترات. فاذا كان النهارده فرقه بتسكت على خطا حكم، ما بتحتكش حركه الجزاء بالشكل اللائق او اي حاجه، فلكن في الدور الثاني هنلقى الاحتجاجات اكتر، وهتبقى الاحتجاجات من خارج الخطوط اكتر من داخل الملعب. فدي بنحذر منها، ويا ريت ننتهز اي فرصه اسبوع
توقف دوري زي اللي كان موجود في الفات وناخد الحكام ونعمل لهم معسكرات نعمل لهم معسكر اسبوع كامل يبقى بدنيا وفنيا ولياقه وكل كل كل الامور دي كلها صحيح. عشان نجهزهم للمرحله الجايه. عايزين نروح كده نشوف الناس ردوا علينا ازاي طبعا على موضوع الرعايه اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه رعايه نادي الاهلي وشركه برزنتيشن سبورتس. سالنا الجمهور انتوا شايفين العقد ده ازاي او شفتوا الحدث المهم ده ازاي وان النادي الاهلي النهارده حصل على اكبر قيمه في عقود الرعايه في تاريخ الرياضه المصريه. محمود شاهين بدوي قال لنا السلام عليكم محمود من الشرقيه، ارى ان هذا العقد ممتاز جدا ويا رب يكون الاهلي موفق دايما وتكون رعايه متميزه وناجحه. ايه كمان بتقول حاجه منتهى العظمه، ضربه قويه من النادي الاهلي لاي حد فاكر انه يقدر يبيع ويشتري في النادي. علي مناع بيقول ضربه معلم لشركه برزنتيشن، ضربه موجعه لمن يظن انه يعاقب الاهلي. كمان احمد اسماعيل بيقول من وجهه نظر انه عقد متميز مع شركه كبيره ورائده في مجال كره القدم المصريه باكبر قيمه في تاريخ كره القدم المصريه، بنرحب بكل من يقدر قيمه وقدر النادي الاهلي. محمد طه السيد بيقول شركه محترمه جدا. محمد كامل راجل محترم، كان نفسي الاهلي يتعاقد معاه من زمان. محمد كامل ما كانش مصدق، قال لو مت كده حققت حلمي ان الاهلي انه الاهلي يا ساده. الكلمه دي كانت مؤثره جدا يا استاذ. مؤثره، وانا كنت حاسس ان هو يعني تكاد الدموع ان تفر من عينيه، يعني هو بيتكلم في حسيته مش قادر يتكلم، لان هو ده شعوره. واحيانا المشاعر ما تقدريش تكبتيها في موقف زي كده. اعتقد ان هو كان موفق كتير جدا جدا في الكلمه اللي قالها، وموفق ايضا في التعبير عن السعاده اللي هو عايشها. واعتقد انه فعلا شركته حققت خبطه كبيره جدا، ويعني طفره هتبقى ليها آثار كبيرة على الشركة وعلى إن هي تتوسع أكتر وأكتر وتاخد رعايات أكتر. صحيح. كمان الجوهري بيقول أرى إن الأهلي دايما كبير وده بزنس، لو الشركة تعلم إنها مش هتكسب أضعاف الرعاية ما كانتش تدخل وتحصل على الرعاية بكل فخر. الأهلي أنضف حاجة في مصر. محمد أحمد بيقول إن شاء الله تكون وش الخير علينا، عايزين نشوف احترافية أحسن من الأول وأداء في تنفيذ الحاجة بسرعة. محمد حسين بيقول هذا ما يستحقه الأهلي، أفضل وأعرق نادي في أفريقيا، أهلاوي وأفتخر. محمد بيقول العقد ده يعتبر رد قاسي على كل مشكك في مجلس الإدارة الحالي. سلامي، بشكرك جدا يا محمد. خلدون بيقول الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي عنوان للحياة وحياة لكل من عارف معنى الحياة. الأهلي بسمة وفرحة، الأهلي مبادئ للي يعرف قيمة المبادئ، الأهلي قيمة تعجز الكلمات عن وصفه، لما تعرف قيمته ترفع راسك فوق دايما لأنك غير. عشق للأهلي منذ أكثر من 35 سنة وكل يوم بعشقه أكثر دايما وأبدا، الأهلي فوق الجميع ومزيد من البطولات بإذن الله. ده خلدون من الأردن، ده محب أردني للنادي الأهلي. وكمان من تويتر مها بتبعت لنا بتقول العقد أثبت الأهلي كبير، مجلس إدارته عارفة هو بيعمل إيه ومش بيقفوا على حد وتعاقدوا مع أمر برزنتيشن في أقل من شهر من انسحاب الشركات التانية، الأهلي في حتة تانية خالص. كمان أحمد عبده بيقول مساء الخير، أرى أن هذا العقد صفعة كبيرة لكل من ظن أنه يستطيع تحدي نادي القرن وأن يحاول المساس به وبرموزه، ولكن الأهلي أكبر من كل التحديات ورعاية الأهلي هو حلم بالنسبة لأكبر الشركات. مبروك على برزنتيشن وعلى مدير الشركة المحترم أستاذ محمد كامل. وضح أن الناس سعيدة جدا بالجملة اللي قالها أستاذ محمد كامل رئيس مجلس شركة برزنتيشن سبورتس النهاردة، أثرت فيهم حقيقي. ياسر مأمون كمان بيقول ألف مليار مبروك على النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي صانع السعادة. محمد هلال بيقول شركة محترمة، كل من يرتبط اسمه بالنادي الأهلي هو الرابح الأكبر. علاء الجنيدي بيقول أحلى وأجمل مساء عليكي، دايما الأهلي يصنع تاريخ خاص لنفسه والأعضاء والجماهير، والأهلي غير غير غير. كمان عمار عربي بيقول عقد يثبت للجميع أنه شرف لأي حد أن يرتبط اسمه باسم النادي. دعاء بتقول ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، طبعا ده أكبر دليل على أن النادي الأهلي كيان
ما فيش أعظم منه. محمد عبد الستار بيقول مساء الخير يا شيماء، التهنئة توجه للسيد محمد كامل وشركة بريزنتيشن الارتباط اسم الشركة باسم أكبر نادي في الشرق الأوسط النادي الأهلي. الحمد لله ربنا عوضنا، صبر مجلس الإدارة خير والقادم إن شاء الله أفضل. محمد يقول شركة بريزنتيشن سبورتس رعاية الأهلي دائما الكبير يحكم. أميرة رمضان بتقول مساء الخير، العقد ده أثبت أن الأهلي يحكم، الأهلي كبير والمجلس هو عارف بيعمل إيه وعارفين مصلحة الأهلي كويس جدا، مبروك لأعظم نادي في الكون. دي كانت بعض الآراء الخاصة بجماهير النادي الأهلي النهاردة بعد توقيع عقد الرعاية ما بين النادي الأهلي وبين شركة بريزنتيشن سبورتس. زي ما قلنا طبعا ده العقد الأكبر والأغلى والأعلى في تاريخ الرياضة المصرية ككل. شوف يا أستاذة، الأهلي بجمهوره العظيم، جمهور الأهلي هو ده اللي حضرتك بيقول كلمته في التوقيت المناسب، ده هو ده جمهور الأهلي اللي عارف قيمة الأهلي وعاشق للأهلي، فشيء طبيعي الكلام ده بيطلع من القلب بيجي عبر وسائل الإعلام كل في أي مكان. فالنهاردة ردود الأفعال الخاصة بهذا العقد هيبقى لسه ردود الأفعال تتوالى بكرة وبعده، والناس هتتكلم كتير جدا عن هذا العقد، إن احنا بنتكلم النهاردة بعد 3-4 ساعات من توقيع العقد. شوفي الميديا بكرة هتبقى مختلفة تماما، الناس صحيح. كلها هتتكلم إيه بكرة، لأنه الناس برضو الحدث بسرعة ملحقش، لكن عندنا الصحافة المكتوبة بيبقى مؤثرة للغاية، ما زالت مؤثرة للغاية الصحافة الرياضية. هتشوفي بكرة ردود الأفعال، هتشوفي مدى السعادة اللي هتبقى موجودة في وسائل الإعلام المحلية صحيح. والعربية أيضا، وهتبقى فيه أكيد. سعادة أكتر أكيد. في الصحف العربية والسعودية على وجه التحديد أكيد. طيب معنا دلوقتي أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي، هيقول لنا أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة النهاردة في اجتماعه. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. خير يا شيماء، وبرحب بيك وبرحب طبعا اهلا بحضرتك محمد صادق. اهلا بحضرتك معانا، عايز اعرف من حضرتك ابرز القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. احنا كان النهارده اجتماع بخصوص وديات المنتخب في شهر نوفمبر، يعني المنتخب يخوض ماتشات وديه ولا لا، يعني كان في عروض كمان، في عروض للارجنتين وفي عروض من البرازيل، لكن المنتخب اجل الموضوع ده او اجل حسم الموضوع ده لعده ساعات، ان في عروض وصلت المنتخب الفتره الاخيره تاني او وصلت اتحاد الكره الفتره الاخيره وطبعا هيشوفوا الماتشات هتتلعب فين، سواء هو غالبا بره، مش هيبقى في ماتشات هنا في القاهره او في مصر تحديدا، يعني معظم الماتشات هتبقى بره. هيشوفوا طبعا الدول الاوروبيه المتاحه عشان التاشيرات والحاجات دي وسرعه انهائها، طبعا الوقت بقى ضيق، يعني لغايه دلوقتي حوالي اقل من 20 يوم. الماتش خلاص اتحدد هيبقى يوم 19 او 20 نوفمبر، ماتش تونس طبعا كلنا عارفين ان هو يبقى يوم 16 في برج العرب. صحيح. يعني باقي القرارات يعني مش مهم، يعني ما فيهاش حاجه مهمه قوي، يعني هو طبعا حضور حازم امام وعدته لحضور اجتماعات اتحاد الكوره بعد اكثر من 3 أو 4 جلسات. طبعا كان في مشكله هتواجه اتحاد الكره او حازم امام تحديدا، ان هو غيابه عن اكثر من جلسين كان هيدخله في مشاكل مع اتحاد الكوره، ان هو يعني ممكن ما كانش يكمل او يحصل، كان في بعض الاعضاء بيطالبوا ان هم يسحبوا الثقه من حازم امام، بعض الاعضاء طبعا يعني، لكن هو حازم امام انهى الموضوع، وانهى كان في خلافات بينه وبين بعض اعضاء مجلس الاداره وتحديدا الكابتن هنا وريده، كان في خلافات في وجهات النظر، لكن الكابتن حازم خلاص يعني النهارده حضر الاجتماع. في برضه كابتن مجدي عبد الغني مشرف على فريق 2001، وده طبعا اتحاد الكره رجع تاني لان بيخلي الاعضاء يبقوا مشرفين على اللجان، عكس ما كان بيتقال في اول المجلس ان مش هيبقى في اشراف على اللجان، لا دلوقتي الاعضاء كلها مشرفين على اللجان، اسامه عبد الفتاح مشرف على اللجان الحكام، منتخب اول كابتن هنا بوريده موجود، احمد مجاهد موجود مع المنتخب الاول، دلوقتي مجدي عبد الغني مشرف على منتخب 2001. في طبعا اهتمام دلوقتي بدوري مراكز الشباب ودوري المدارس، وفي حاجه اسمها دوري الاكاديميات، بعض الاعضاء هيبقوا مشرفين على الحاجات دي بالتنسيق مع اتحاد الكوره. طبعا تاجيل تشكيل الجهاز الاداري او تحديدا عوده ايهاب ليوطا للمنتخب الاول، في بعض الاعضاء او تحديدا الكابتن هنا بوليدا كان بيطالب بعوده ايهاب ليوطا كمدير للمنتخب. في بعض الاصوات او بعض الاعضاء اللي رافضه العوده لايهاب ليوطا، لكن ده تم تاجيل او حسم موضوع ايهاب ليوطا للاجتماع المقبل. في طبعا اتحاد الكوره يعني كلف حازم امام وسيف زاهر ان هم يعملوا فيلم تذكيري كده عن انجازات اتحاد الكوره الفتره الاخيره، وهيتم عرضها في الجمعيه العموميه المقرره يوم 31 او 31 اكتوبر بحضور اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا اتكلموا النهارده في موضوع اكيد، وان
بصدد صدور او في حال صدور حكم التاجير ان هو في القضيه اللي كان القضيه المشهوره ان هو في تلاعب في بعض النتائج، قال لك لغايه دلوقتي ما فيش حاجه جت من الفيفا والراجل مكمل عادي، واحنا على اتفاقنا قبل كده ان هو لو حصل اي حاجه مع الراجل هيرجع الفلوس اللي خدها وهيتم انهاء العقد وهيتم ساعتها، هيبقى طبعا اتحاد الكره في موقف لا يحسد عليه طبعا. طبعا اكيد اكيد ربنا يستر يا رب. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي، وده كان معانا تفاصيل لاهم اللي حصل النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. بشكرك جدا استاذ محمد صادق مدير تحرير جريده اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في الكلام في الميديا. انا بشكرك ويا رب بزيد من التقدم والنجاح والانتصارات والبطولات للاهلي ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.